احنا اكيد بما ان احنا جزء من برنامجنا هو النوستالجيا، ومش بس النوستالجيا اللي هو حدث في مثل هذا اليوم يعني، واحنا النهارده بنتكلم ان في حدث كبير جدا. النهارده 15 يونيو، بس لو رجعنا 92، مولد شخص يعني ايقونه، خلينا نقول مولد رياضي كل العالم بيتهيألي مش بس المصريين بيحبوه جدا، محمد صلاح او مو صلاح. اتولد النهارده بس سنه 92، واحنا اكيد كلنا بنحتفل بعيد ميلاده. مهاجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر اللي مشرفنا، عنده دلوقتي 29 سنه. هو زي ما كنت بقول لحضراتكم مواليد 92، وهو لو نرجع بقى كده شويه للروتس بتاعته او الاصل بتاعه، هو ابن قريه نجريج التابعه لمدينه بسيون في محافظه الغربيه، ومشواره الكروي كان بدايته في بسيون وطنطا، وانضم كناشئ بعد كده في نادي المقاولون العرب، ده كان 2006. خد اول مباراه ليه في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو تحديدا 2010، وهناك خليني اقول لحضراتكم او ابتدى يتلاحظ عليه ان مسيرته سريعه جدا، وخصوصا بنتكلم نحو الاحتراف. في 2012 تحديدا تم تعاقده مع نادي بازل السويسري، دي كانت في صفقه يعني محترمه جدا، بلغت وقتها مليوني يورو، عشان يبدا بقى بعدها رحله التالق في مشواره الاحترافي. وبعد كده جات لي عروض كتيره جدا طبعا زي ما احنا تابعنا، من تشيلسي لليفربول، فاستقر بعد كده في تشيلسي، وبعدين خرج بعدها اعاره نادي فيورنتينا الايطالي، وبعدها نادي روما الايطالي. 2017 بقى تعاقد ليفربول الانجليزي مع صلاح مقابل 42 مليون يورو، وخلال مسيرته حصد يعني صلاح كتير من الجوائز الفرديه الكبرى في اوروبا وفي العالم. تاني هرجع اقول اللي مشرفنا اكيد يعني على المستوى الدولي. كل سنه وانت طيب يا مو، ويا رب كده مزيد ومزيد من التالق. محمد صلاح لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وسفير لمصر وللمصريين والكرة القدم المصريه في العالم كله، دي ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. احنا بنتكلم على شخص حقيقي مكافح، ابتدى ممكن من تحت الصفر بمقاييس يعني ناس كتير مهتمه ومعنيه بعالم كره القدم، حقق العديد من الانجازات المشرفه، منها لقب دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه مع فريق ليفربول كاول لاعب مصري على الاطلاق في التاريخ يحقق هذا الانجاز. اما افضل انجاز فردي فهو الفوز بالكره الذهبيه الافريقيه مرتين على التوالي سنه 2017 ثم 2018، كمان حصل على الترتيب السادس ثم الخامس في جائزه الكره الذهبيه خلال عامي 2018 و2019. اصبح صلاح هو اول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدف في موسم واحد في الدوري الانجليزي، الكلام ده كان في موسم 2017، وانهى صلاح الموسم الماضي مع ليفربول محتلا المركز الثالث في الدوري الانجليزي، سجل 31 هدف. وبشكل عام محمد صلاح لعب مع ليفربول 203 مباراه في كل المسابقات المختلفه، ساهم في صناعه 172 هدف لصالح الريدز، وطبعا سجل منفردا مع ليفربول 125 هدف. فاحنا لما بنقول لحضراتكم ان هو لاعب استثنائي بفعلا ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. كل سنه وانت طيب يا مو، وعقبال مليون سنه، وربنا يسعد لك ايامك والمزيد من الاهداف والمزيد من تسطير يعني كتاب التاريخ من اول وجديد بمعرفه شاب مصري مكافح ومشرف لكل المصريين. صحيح، انت عارف بقى القصص اللي زي كده كمان بنحب ان احنا ناخدها ونتعلم منها. يعني احنا لو هنروح لمحمد صلاح هذا المصري الرياضي اللي هنقول برضو ايه، كان في البدايه يعني بدايه متواضعه، ولكن قدر ان هو يصل لاعلى المراتب ويحترف في اكبر النوادي الرياضيه في العالم، نادي يعني كره القدم. نتكلم كمان لو بصينا للارقام، 2012 نادي بازل السويسري كان التعاقد معاه مليونين يورو، بعد كام سنه 2017 42 مليون يورو. فالقصه في ايه؟ القصه ان احنا لما بنيجي نبص ونروح للتفاصيل نتعلم ان طالما انت عندك حلم وعندك اصرار وواثق ان انت تقدر تحقق حلمك وتصل ليه، ما تخليش اي حاجه توقفك مهما كانت. على فكره ان برضو الاوبستكلز او اللي هي الحاجات اللي بتقف في طريق العقبات اللي بتقف في طريق البني ادم دي بتحلي بعد كده الرحله لما بتوصل لهدفك. فاحنا لازم مش بس ناخد يعني القصص دي او التجارب دي او الشخصيات دي ان احنا بنحبها وخلاص، لا، احنا لازم نتعلم منها. فحاجه مشرفه جدا، ويا رب مزيد من التالق لكل مصري بيرفع اسم مصر في الخارج. شخصيه ملهمه بالمع يعني بكل معاني الكلمه. والحقيقه ان محمد صلاح من العناصر الاساسيه جدا اللي خلت كتير قوي من اولياء الامور عايزين ولادهم يلعبوا كوره، حتى لو هم مش بيعرفوا يمرقوش فيها، بس لا يلعب كوره عشان حاطين هدف قدامهم. محمد صلاح اللي هو قصه كفاح ونجاح. والحقيقه النموذج بتاع محمد صلاح ده بيثبت بالفعل ان كل مجتهد النصيب. فكل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة. نروح بقى